كيف تحمي نفسك وبناتك من الفتن المنتشرة؟ هل بمنعهم عن العالم الخارجي وحبسهم في قارورة؟ نعلم تماما أن ذلك أكبر تحدياتنا. الحل دائما في القرآن الكريم. دورة نور على نور لك ولابنتك ولكل فتاة وامرأة مسلمة تريد أن تعيش في نور في زمن كثر فيه الظلام. منهج عملي متكامل يعينك ويعين ابنتك عبر تدبر سورة النور وكذلك تفعيل اسم الله النور في حياتك. وليس ذلك فقط، فإن أثر هذه السورة سيظهر حتى على بشرتك، بل على مستوى بيتك كامل ونمط حياتك. نأخذ القواعد في سورة النور، نتعلمها، نطبقها، فنكون في حفظ بإذن الله من شر الفتن. نقدمها عن بعد ببرنامج زوم للفتيات من 14 سنة وما فوق، للأمهات وللنساء، وذلك يوم 15 فبراير 2023. احمي ابنتك ونفسك وبيتك واشتركي الآن. تخيلي، فقط ب3 ريالات عمانية أو ما يعادلها 10 دولار. اشترك الآن وتواصلي على الأرقام المبينة أمامك واحجزي مكانك. أنا أمل الجامعية إن شاء الله ألقاكم في دورة نور على نور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد ومن والاه، وبعد. غالياتي، أسعد الله أوقاتكن بكل خير، أحييكن بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل رحلتنا في سلسلة أسماء الله الحسنى وفي الاسم 12. اليوم اسم الله الواسع. وسبحان الله، يعني الفكرة في هذا الاسم واجد جميلة ومرتبطة بشكل كبير على 4 مستويات في حياتنا: مستوى الكلمات، ومستوى المشاعر، ومستوى الأفكار، ومستوى السلوك. يعني هذا الاسم مرتبط ب4 مستويات في حياتنا. لكن احنا لازم نعرف أول شيء هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، وأول شيء نعرف معاني ونتدبر تلك الآيات المرتبطة بهذا الاسم أو التي ذكر فيها هذا الاسم المبارك، ومن ثم نعرف كيف يمكن أن نفعل هذا الاسم. وعلى فكرة، من يعرف هذا الاسم، يعني من يفعله بشكل صحيح ووفق ما الله سبحانه وتعالى ارتضاه لنا، الله تعالى يوسع له ويزد له في الخير والبركة. وفي المقابل أيضا، من يتصرف بشكل عكسي يوسع له بالشكل العكسي. يعني كيف؟ يعني اللي يعرف يفعل اسم الله الواسع في الخير يوسع الله له في الخير، ومن يستخدم هذا الاسم في غير الخير يوسع له في غير الخير. تعالوا نشوف أول شيء معنى هذا الاسم، وأنا ما أريدكم تأخذوا المعنى السطحي، لأنه دائما بتلاحظوا أنه أغلب الكتب تكتب لنا المعنى العام، أو خلينا نقول المعنى اللغوي أو الاصطلاحي للإسم. خلونا نشوف المعاني العميقة لهذا الإسم، وكيف ممكن أنا فعلا الله سبحانه وتعالى يوفقني إلى أنه يعني أحاط بالبركة ويوسع الله لي من أرزاقي، من صحتي، من عافيتي، من كل شيء، من علاقاتي، حتى من كل حاجة يوسع الله لنا. اسم الله الواسع من الأسماء الرائعة، مثل ما قلت لكم كل أسماء الله حسنى، وعيد وزيد كلها حسنى. وكونها كلها حسنى يعني هذا أنه كل اسم من أسماء الله تعالى، كل اسم من أسماء الله تعالى فيه بركة معينة. الله سبحانه وتعالى ما علم آدم الأسماء كلها إلا وكل اسم له خاصية وله حاجة معينة. اسم الله الواسع ورد 9 مرات في القرآن الكريم. 7 مرات جاءت مع اسم الله العليم. جاءت مع اسم الله العليم، شوفوا انتبهوا. وإحنا قلنا المرة الماضية كثرة ذكر الشيء في القرآن الكريم دليل على السيادة.
ندرة ذكر الشيء دليل على القيمة العالية، كثرة ذكر الشيء دليل على السيادة، في حين إن ندرة الشيء ذكره في القرآن الكريم دليل على القيمة العالية، القيمة المهمة. طيب، الله سبحانه وتعالى يذكر لنا اسمه الواسع 9 مرات، 7 منهم فيها أو تأتي مع اسم الله العليم. في الآية الأولى: ولله المشرق والمغرب، والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وكذلك مثل الذين ينفقون، شوفوا الآيات، شوفوا الآيات، كل آية على فكرة وحدها محاضرة، كل آية من هذه الآيات محاضرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، شوفوا، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله تعالى يقول أيضا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الله تعالى يقول: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. تأملوا الآيات، ولو جلسنا كذا نشوف الـ5 آيات هذولا، بتشوف بعدنا الآيات الأربع الأخرى، لكن ماذا تلاحظ في الآيات الخمس اللي ذكرناها؟ واحدة كذا ها تكتب لنا في الشات، ما الذي انتبهتم عليه في هذه الآيات الخمس؟ إذا بنشوف جماعة التدبر، جماعة التدبر الحلوات، ما الشيء الذي يلفت انتباهنا؟ الواسع مرتبط بالعلي، ممتاز تهاني، تكرار كلمة واسع، ما احنا هنتكلم عن واسع بس في شيء معين. الله واسع في ملكه، نعم ممتاز، كلها تنتهي بالواسع العليم. لكن واحدة قالت الله واسع في ملكه، بعد الله واسع في فضله، السعة تعطى لمن له علم. الله، يعني إذا كنت عالما بشيء كنت إيش؟ وسع الله عليك. من زاد في العلم زاده الله سعة، فقيل عنه أن الله أعطاه سعة في العلم، ونقول بسطة في العلم، سعة أو بسطة في العلم. ومن أيضا ها مثل الذين ينفقون، اليوم كان في المجموعة قانون الإنفاق، وشوفوا كيف قانون الإنفاق، إنك إذا أنت أنفقت، قلنا أن الإنفاق من خلق المتقين، إذا كنت من أهل التقوى فأنت تنفق، أما إذا لما حد يقول لك يلا نجمع لفقير أو شيء وتحس أنك أنت ماسك، فاعرف أنك لست من أهل التقوى، لأنه أهل التقوى ينفق ولا يتردد، ما يتردد ولا يتعلل ولا يتحقق، بل يبادر. فإذا أنت قلتوا لي أنه كلمة واسع مرتبطة بالعليم، أيضا سعة الملك بمعنى أن الله تعالى يعني كل شيء ملكه، أيضا سعة الفضل. هذا يخليني أفكر في شيء واحد جدا مهم، ما هو السعة هذه؟ خليني أفكر في حاجة، أني عندما أطلب من الله سبحانه وتعالى أزهد في طلبي؟ هل أزهد في طلبي؟ أبدا، بل ماذا؟ أطمع، ما بس أطمع، يعني كيف أطمع؟ يعني أطلب بقدر سعة الله. أنت ما تطلب بقدر سعتك، أطلب بقدر سعة الله. إذن كلمة الواسع هنا دلالة على سعة الله في ملكه، سعة الله في علمه، سعة الله في فضله،
لما الله تعالى نعرف عنه أنه واسع عليم، أي يعلم كل صغيرة وكبيرة، ما تسقط يعني ذرة في الأرض إلا يعلمها. فعلمه ماله واسع كل شيء، علمه واسع كل شيء، بمعنى أنه الله تعالى محيط بكل شيء، فسبحانه الواسع. أيضا الله سبحانه وتعالى واسع الفضل، بمعنى إذا أعطى عائشة وأعطى أم الحلوين وأعطى أم إسلام وأعطى كل فرد، لن يمتد ملك الله تعالى ولا خزائنه، خزائنه تبقى مالها ملأة. ولذلك الإنسان الذي دائما يستشعر ويقول كلمة أنا ما عندي، الإنسان الذي يقول أنا ما عندي، هذا معناه أنه لا يستشعر رحمة الله ولا يستشعر فضل الله ولا يستشعر ملك الله ولا يعرف ولا يقدر خزائن الله. دائما كذا في ناس دائما كل كلمتهم ما عندي ما عندي، دائما عندهم هذه الكلمة اللي ما عندي، وكلمة إنك ما عندك كأنك تقول أن الله لم يعطيك. والله تعالى يقول لك إنه إيش، قل إن الفضل بيد الله. فلما أنت تقول ما عندي، وكأنك تقول أو تتقول على الله أنه لم يعطيك، وحاشا لله أن يكون الله تعالى يحرمك شيء. طيب في ناس تقول طيب في ناس عندهم مال قليل، لكن في المقابل ممكن يكون عندهم علم، ممكن يكون عندهم شيء آخر. ولذلك الله تعالى فضله واسع، والله تعالى عندما يقسم الأرزاق يقسمها على علم، لأنه واسع عليم، يقسمها على علم. من واحدة تقول يعني دائما كانت في مثل جميل، كانت يعني والدتي تقول نيام لما نجلس كذا على الأكل وما يوسعنا المكان، فكانت تقول تواسع الوسع وسع القلوب، فعلا وكأنه المكان ينفرق، وكأنه المكان ينفرق، فهي الوسع وسع القلوب بالضبط. فإذا الإنسان إن لم يكن في داخله ذلك الشعور، وأنا قلت لكم هذا الاسم مرتبط بالأربع مستويات. شوفوا الكلمات، لما الواحد يقول أنا ما عندي، هذا دليل على إنه إيش، لديه شح غير صحيح. ولما يقول الإنسان بقلبه، لما نقول وسع القلوب ونوسع على بعضنا بعض، شوفوا هذا على مستوى الشعور، على مستوى الشعور وعلى مستوى السلوكيات. في ناس تتصرف فعلا كأنه عندها وهي ما عندها، تحسبهم أغنياء، تحسبهم أغنياء. شوفوا صفات المتقين، لدرجة إن اللي يشوفهم يقول هذولا فعلا عندهم الخير. وفي ناس بيتهم ما شاء الله البيوت كبيرة، فعلا أغنياء من التعفف. نعم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لما تجي تشوفي بعض البيوت مالها، بعض البيوت سنجد إنه على كبرها لكن القلوب التي تسكنه ضيقة، وهناك بيوت صغيرة لكن القلوب التي تسكنها واسعة. ولذلك إذا اتسع القلب اتسعت الحياة، إذا اتسع القلب اتسعت الحياة معهم. ولذلك من يفهم هذا الاسم فعلا سيعيش في قمة السعادة، لأنه يعرف أن السعة إن قدرت في شيء فقد وسع الله لي في شيء آخر. شوفوا أيضا يقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخت دهن العود
هي ما فاهمة كيف يوجد مايك فوق على اليسار أعلى اختيار، ما أعرف كيف نقولها، لازم تطلع لنا واحدة الله يبارك فيهن، واحدة ما تعرف في الصوت. طيب إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كلمة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا دليل على أن النفس قابلة للاتساع، وقابلة أيضا لماذا؟ وقابلة لإيش النفس؟ لأن تضيق، كما توس قابلة للاتساع وأيضا قابلة لأن تضيق. طيب تعالوا نشوف الآيات. لا يكلف الله تعالى ما لا تطيق، لكن الإنسان إذا توسعت الله تعالى، يعني الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلمة وسعها دلالة على أن النفس عندها قابلية للاتساع، وهذا يعني أنه أنت الله سبحانه وتعالى مستحيل يعطيك حاجة فوق طاقتك، لأنه أصلا أنت نفسك فيها ذاك الوسع، يعني ما يعطيك شيء إلا وعندها هذه الصفة، أصلا لن يكلفك إلا وعندك هذه الصفة، صفة الاتساع التي تسع ذلك الابتلاء أو ذلك القدر الذي قدر عليك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما راح تعطى شيء أكبر من سعتك، لن تعطى شيء أكبر من سعتك. وأيضا هذا يعني أنه أنت نفسك قابلة للاتساع، ولكن هذا يعتمد على أنك أنت تفعل أول شيء اسم الله الواسع. يقول الله تعالى أيضا في سورة المائدة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. شوفوا الآيات، الله تعالى يقول وانكحوا الأيام إلى نهاية الآية، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وجاء إن ربك واسع المغفرة وكان الله واسعا حكيما. لاحظوا، سبع واسع عليم، وحدة واسع المغفرة، وحدة واسعا حكيما، يعني بالإضافة إلى سعة الفضل وسعة العلم وسعة الملك، أيضا الله تعالى ماله واسع المغفرة. سعة المغفرة إيش معناتها؟ تخيلوا إن الله تعالى، يعني ما تخيل، الله تعالى يخبركم أنه واسع المغفرة، يعني ذنبك هيكون أكبر من سعة الله؟ هل ستكون ذنوبك أكبر من سعة الله وسعة مغفرته؟ أيوة، هذا يخلينا نطمئن إن الله تعالى سيقبلني، لأن ذنوبي كلها، لو كل ذنوب الكون، كل الناس تذنب، كل ذنوب الكون ما ملأت سعة مغفرة الله، لو كل العالم أذنبت على يد واحدة بذنب، ما غطى سعة الله، سعة مغفرته، لبقت سعة مغفرته أعلى وأعلى. وهذا يخليش تطمئني إن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة. لاحظوا الله تعالى، اسم الله الواسع مرتبط بمجموعة أشياء مهمة للإنسان، واجد مهمة. أولها الفضل والرزق، الإنسان يطمع أن يوسع له، ولذلك الله تعالى يخبرك إنه ما تخاف، خزائنه لا تنفذ. أيضا الله سبحانه وتعالى يؤكد على أهمية العلم، ومن أراد أن يوسع الله له تعلم،
ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى أول كلمة اقرأ، تعلم الحكمة واسعا حكيما. والله سبحانه وتعالى لا يضع سعته في شيء إلا بحكمة، وهو الحكيم لا يضع شيئا إلا لحكمة، ولا يوسع على إنسان إلا لحكمة. أنا أريدكم كذا ها نجمع المعاني الكلمات، نأخذها أول شيء كمعنى لغوي، اسم الله الواسع على وزن فاعل. ودائما كلمة لما يكون على وزن فاعل يعني توصف الشيء، فلما أقول عارف يعني عنده معرفة، عالم عنده علم، فواسع أي أنه موصوف بالوسع، فهي على وزن فاعل. والله تعالى أيضا نقول إحنا كذا أنه رجل عنده مال، نقول رجل موسع، يعني الله تعالى موسع عليه لينفق ذو سعة من سعته، كل واحد على حسب السعة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها. إحنا السعة عندنا في الكيمياء أو في الفيزياء، السعة عندنا لو مثلا أنا عندي صندوق، وهذا الصندوق يتسع مثلا ل 12 علبة، اتساع 12 علبة سعته، يتسع أيوة، فهذا يدل على أنه كم يسع من العلب. طيب لو جيت وحطيتي فيه علبة زيادة هل ينفع؟ لو قلنا أنه مثلا 12 علبة، هل ينفع تحطي فيه علبة زيادة هو سعته 12 علبة؟ ما ينفع. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ واسع عليم. إيش يعني واسع عليم؟ كلمة واسع تدل على ماذا؟ على ماذا؟ على الاستمرارية، بمعنى كأنه السعة غير منتهية، كأنه في امتداد غير منتهي، أيوة غير محدود، وكأنه لا نهاية، ما محدود. فلما الله تعالى يصف نفسه باسمه الواسع أي أن هذه السعة لا نهاية لها ولا حد، ممتد بالضبط. فهذا يخليش أيضا ماذا؟ هل تزهدين في الاستغفار؟ هل تزهدين في العبادة؟ هل تزهدين في العطاء؟ هل تزهدين في الإنفاق؟ إذا كان الله تعالى واسع، لما أنت يعني في ناس تقولش أنا إيش أريد، بس يعني الله تعالى يريدنا إيش؟ يريدنا ماله؟ نكون مقدرين لله، وما قدر الله حق قدره. وين الخطأ؟ نكون عارفين إن الله تعالى واسع عليم، ولما جي أطلب أشياء بسيطة، وأفعل أشياء بسيطة، وأعبد بعبادات بسيطة، لا أتعامل مع الواسع كما يجب، ومقصرين، كل حاجة أعملها على الضيق، مع أن الله تعالى يقول وإنا لموسعون، بمعنى أنه إذا أنت وسعت في العبادة وزدت، الله تعالى يزيدك ويعطيك. ليش؟ لأن صفته واسمه الواسع، ويوسع على علم. ولذلك بصراحة يعني أنا استغرب، وما زلت أقول أنا ما أعرف، يمكن في ناس تختلف معي، ويمكن في ناس تقول إنزين أنت ليش تضايقي وليش كذا. الفكرة أنه ما أنه أضايق، لكن دائما أحيانا أقول سبحان الله، أول ما نرسل رسالة إعلان فيها ولا شيء إلا 20 واحدة خرقين، تقولي كأنه جايبين سقطان، يعني كل إعلان إسقاط،
وتروح طالعة كل إعلان إسقاط، إعلان مجاني ولا مدفوع، تطلع كم وحدة وراها ما أدري كم وحدة، يعني لدرجة إنه أصبحنا يعني شوفوا حتى. وبعدين في النهاية تقولش أنا ما متوفقة في حياتي. يا حبيبتي إذا كان، إذا كان أنت تستشعري دائما إنه ما عندش وقت، بتظلي طول عمرك ما عندش وقت. أبشرش أمانة صدق والله. أنا أعرف إنه يمكن، يمكن تقول أنتوا خليهم، خليها يعني على راحتها، على على راحتها، حرة هي حرة، يعني إحنا ما نمسك حد. لكن أنا قصدي إنه أحيانا الإنسان ما يكون مدرك بسلوكياته هذا إنه هو جالس أصلا يعني يضيع على نفسه، يعني يعني يا إما إنك أنت، يا إما إنك أنت لما تدخل وبعدين أوين أنا ما 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 عجبني، يعني انتظر انتظر، سبحان الله هذه المادة ما عجبتك المادة اللي بعدها تعجبك. طب ليش، ليش مستعجلين، ليش تضيقوا على نفسكم؟ أيوة يمكن يجي يوم تفضي، يعني الإنسان إذا كان ينظر لنفسه إنه أنا. وفي ناس يعني حتى تتأفف، تتأفف يمكن من كثرة الرسائل تتأفف، وفي ناس أصلا تدخل وما تفتح البر الرسالة، تفاجأنا في ناس حتى مات، يعني ما أعرف سبحانك اللهم، يعني ما أعرف يعني ما أعرف حقيقة، لكنه شيء يعني عجيب. ليش يعني ليش البعض يستثقل، يستثقل ولكنه ما يستثقل يشوف فيلم، ما يستثقل يشوف فيديوهات في 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 الانستغرام ولا في ما اسمه هذاك في اليوتيوب، ما مشكلة، لكن أعطي، أعطي نفسك حقها. ذيك الساعة ياخذها الحماس، تدخل مع المجموعة خلاف جينا أرسلنا إعلان إلا زرود طلع طلع زرود وراء وراء بعض انزل انزل صبري، هيك شوية صبري صبري، ها ماشي ماشي، فايدة هي لأنه وراء بعض يخرجين. ما تحملي يعني الإنسان ترى إذا، إذا ما وجدت اليوم وقت حقيقة، يعني أنا أدخل في في مجموعات أشوف وأرجع لهن، أرجع لهن، أرجع لهن، يعني الإنسان، الإنسان يعني سبحان الله. ولكنه، ولكنه أنا أقول بعدني أقول إنه أسأل الله تعالى أن يعني يوسع عليهم من أبواب أخرى عسى سبحانه الله الله يصلح الحال. لكن تجيني ضحكة أقجوها قرصن قرص قرصنهن سقاطي أنا خرجن. لا المشكلة إنه الناس يقولوا لي ليش أنتي تضايقي، ترى يا على فكرة والله يعني أنا أحزن عليهن، ما أحزن منهن يعني أحزن عليهن، يعني تعرفوا كيف أقول يا الله والله يا أخواتي الغاليات، امرأة أم الفقر خلى عنش، والله يا أخواتي الغاليات، امرأة في عمر جدتنا، يعني في عمر جداتنا، نساء في عمر جداتنا، تعرفوا شو يقولوا؟ يقولوا لي يعني والله يبكيني، يبكيني، يقول لي انتي خليتينا نحب العلم، إذا حرمة كبيرة يا عيني تبى صحتها تبى عافيتها، قول جزاش الله خير خليتينا نحب العلم، أنت يا الشابة يلي بخير ويلي بعافية يلي بصحة، أنت مو يعني إذا يعني إذا كانت المرأة الكبيرة في السن تجد وقت تسمع وتستمتع وتتعلم، تتعلم ويا عيني يعني منصطات، منصطات يحاولن يفهمن يجاهدن، وهي، وهي يا عيني يعني فاضية. لا بروح أشوف لي هالكنة هذيلة، هالكنة لعيان 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 لعيان، ليش يعني سبحان الله الإنسان
يحرم نفسه ويضيق على نفسه وهو ما يدري. وبعدين يقول لك في النهاية حياتي ضيقة، لأنك في العلم، في العلم تبخل. أم وائل، خلاف خلاف، هرد على الأسئلة. في العلم هناك ناس تبخل. عادي حبيبتي، أنا ما عندي أي إشكالية في ذلك، عادي يسمعونا، إيش المشكلة؟ ما نقول شيء غلط، حنو يسمعوا عادي، هذا علم، هذا علم ما يفترض يوقف. السيدة عائشة كانت تعلم، يستفيدوا، جزاهم الله خير، بعدهم متجملين يجلسوا. سبحانه واسع الفضل، غني، والعطاء والغنى، والعطاء والغنى يا غالياتي ليس فقط، ليس فقط المال، مال مال بس، يعني لا يجي في بالكم المال، ترى الغنى في كل جوانب حياتنا، كل جوانب حياتنا. يعني ما بس المال، اللي تريد سعة، حتى في الجمال على فكرة، حتى في الجمال تبي بشرتش جميلة والله يوسع لك في الجمال، واللي ويوسع لك حتى في يعني سبحان الله، يعني شوفوا يوسع لك في العلاقات، يوسع لك في كل شيء. انت بس استشعري سعة الله، سعة الله، اسمه الواسع، استشعريه في كل شيء، ستجدي أن الله تعالى زادك وسعا، زادك وسعا. وبحكي لكم كذا قصة جميلة استوت لي من كم يوم، إنزين استوت، وبسبب هذا اسم الله الواسع. طبعا أنا نهاية كل شهر يفترض إنه أسلم الموظفين عندي رواتبهم، ونقص علي مبلغ، نقص علي مبلغ، فقلت يعني سبحان الله، الله يوسع، تركت الأمر، يعني قلت حبيبتي الله يسعدك يا رب، يكفي إنكم خليني في قلوبكم، وأنا يعني اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. فقلت يعني يا رب أنت الموسع، وسع لي. وحقيقة ما دريت وعلمت يعني في مبالغ كذا تدخل، وبعدين دخل 200 ريال، أنا ما عارفة الميتين ما ليش، أنا على بالي يعني ترى، لأنه في ناس أصلا يفترض تدفع لي مبالغ، يعني في مبالغ المفروض توصلني، فأنا ما عارفة أصلا المبلغ هذا، لكن كنت محتاجتنه يوم الخميس، كان يوم الخميس. فبعدها شفت المبلغ وانا انتظر اصلا المبالغ من ناس، يعني سبحان الله رحت وسددت به، وباقي في عقلي من هذا يعني ما قدرت يعني اميز، لانه مبالغ ما عارفه مال من، وما مركزه اصلا. وبعدين تواصلت واحدة من الأخوات يوم، شوفوا كيف أنا باغتنها، يوم الخميس، وبعدين يوم الأحد أتوقع تواصلت واحدة قالت إنه أنا حولت مبلغ بالغلط. وتخيلوا المبلغ اللي هي رسلته بالغلط، أنا أصلاً أوريدي خلاص توفر، لكن الفكرة إن الله تعالى يسر لي الأمر يوم الخميس، الله تعالى أراد لهذه الأخت الرائعة أنه هي تحول لي بالغلط عشان أنا ما أتعرض للإحراج، ويكتمل المبلغ عندي يوم الأحد عشان أرجع لهي. يعني ما تواصلت، أنا ما كنت عارفة، بعدين قالت لي تقول لي أنا راسلة مبلغ بالغلط، أنا كله على بالي هذاك المبلغ أنه
يعني من ضمن الناس اللي تدفع، لأنه في مبالغ أنا أنتظرها فما عارفة أصلاً، لأنه مبالغ دقيق فما عارفة. فلما قلت لها حبيبتي أنا ما أعرف في مبالغ دقيقة فبس ما عارفة، لكن سبحان الله، فصار أنه في لكن شوفي كيف رتب الله الأمر. ترى على فكرة ما تحتاج المسألة يعني جهد كبير، ما تحتاج جهد كبير، تحتاج تسليم فقط، ما تحتاج جهد كبير. يعني قلت يا رب أنت الواسع وسع. فتفاجأت فيه يعني تتواصل معي يوم الأحد تقول لي في مبلغ أنا حولته كم؟ قلت لي كذا سبحان الله، أقول سبحان الله واكتمل أصلا مبلغها يعني عندي. لكن شوف حل لي أزمة، كنت يعني أنه أنا بس يعني على أساس أنه أعطي الناس فقط مبالغها في الوقت المحدد، فحتى ما أكون أخليت بالموعد، فما كنت حابة أنه أنا أخل بالموعد. فأرسلها الله جزاها الله خير، فأخذت مبلغها يوم الأحد، تواصلت معي يوم الأحد. حتى سبحان الله يعني تخيلوا ما تكلمت يعني الخميس والجمعة والسبت ويوم الأحد. يعني اتركي الأمر يوسع الله لك، يعني ما تضيق على نفسك، ما تقولي أنا في أزمة مو أسوي، اتركي الأمر يوسعه لك، اتركي الأمر اتركيه. وهذه أنا دائما أقول لك لما تشعري إنه ضاقت بك هذه استخدميها، هذا سر، وأنا أكثر من مرة خبرتكم هذا سر. من يجد أنه عنده ضيقة في أمر ما فليغير مكانه وحاله، يعني يجلس يسوي شيء ثاني، ينشغل بشيء ثاني ويترك الأمر، يقول يا رب سلمتك الأمر هو بيدك ويتركه، والله سيدهشك في عطائه أسرع مما تتخيلي، أسرع مما تتخيلي، ويوسع لك من حيث لا تحتسبي، ويرتب لك بطريقة تتعجبين فيه. مستحيل مستحيل تسندين إليه أمر ويخذلك، مستحيل. وما أذكر حقيقة يعني إنه دعوت الله بشيء إلا وكان، ولله الحمد فضل الله تعالى، سأل الله تعالى إنه يعني إنه ما يحرمني من هذا الفضل في هذه الأشياء. يوسع حتى وأنت مثلا رايحة المستشفى يوسع لك الطريق، مثلا يوسع، ما يصير عندش ضيق في الطريق، يوسع لك المدارك سبحان الله تعالى. لما يقول الله تعالى إنه واسع عليم، عشان كذا يعني عشان كذا الناس اللي 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 تفعل اسم الله الواسع خاصة في العلم، من توسع، شوفوا كيف قلت لكم سبع مرات اسم الله الواسع مع اسمه العليم، هذه ما تجي صدفة، الله تعالى ما يضع شيء صدفة، حاشاه، كل شيء يضعه بحكمة، يضعه بحكمة. فأنت لما تريدي تتوسعي فعلا ابدأي بالعلم. أهل السعة هم أهل العلم، على فكرة أهل العلم هم أهل سعة، وسألوهم من يمتلك علما، ها الله تعالى موسع عليه في كل شيء، لكن بشرط موسع على الناس ما عنده علم وحاب سنه. في ناس عندها علم وحاب ستنه، ولكن هذيل اللي هم الله سبحانه وتعالى موسع لهم، بل يفتح لهم مدارك ما تتخيلوها، ويفتح لهم بوابات. وبحكي لكم إن شاء الله قريبا قصة إن شاء الله تكتمل بإذن الله تعالى، بخبركم إياها إذا الله تعالى أحيانا نهاية شهر اثنين في مفاجأة، وسأخبركم القصة كامل، لكن خلوا الأمر يكتمل وبعدين بخبركم.
بتعرفوا كل شيء في وقته بإذن الله تعالى. سأل الله تعالى فقط التيسير وإنه يتم الأمر، لكن تسلسله عجيب، وستعرف أن فعلا الله سبحانه وتعالى من يظن به خير ويظن به السعة يوسع له. الله تعالى يشمل الوسع في جميع الصفات، واسع في علمه، واسع في غناه، واسع في غناه وإنعامه وجوده وفضله وقوته وعظمته وجبروته، كل شيء الله سبحانه وتعالى واسع واسع. تبغي فلوس يوسع عليك في الفلوس، تبي علاقات يوسع عليك في العلاقات، تبي في الوظيفة يوسع عليك في الوظيفة، يوسع لك في الأكل يوسع لك في الأكل. في كانت يعني أيضا دائما أمهاتنا يقولن يعني بعينه دنعة، بالأعمال عينه دنعة ما يشبع، يعني اللي عينه ضيقة ما يشبع، لكن اللي عينه شايف الخير واسع ماله، اللي شايف الخير الله تعالى دائما يحس أنه موجود، ما خايف، ما عايش خوف. الواسع الذي يعيش اسم الله الواسع لا يعيش خوفا، ما يخاف، لا يخاف. أخبركم إن شاء الله. شوفوا الآن كيف نفعل اسم الله الواسع. نعم، وضعي نية، وضعي النية هذه، وضعي النية يوسع لك في كل شيء، في كل شيء تفاصيل حياتك. شوفوا إيش يعني التوسع والسعة، دليل الوفرة. طول ما أنت تستشعري أن الله تعالى ها واسع، تعرفوا يعني واسع، يعني عنده من كل شيء، فكلما ضاقت عليك تذكري هذا الاسم، قولي الله تعالى واسع، يفتح لي بابا قد لا أعرفه. يعني واسع لدرجة إنك أنت مستحيل تحصين تحصين تحصين، يعني مستحيل تقدري تعددي احتمالات الرزق. عشان كذا يقول لك اتركي، ما تفكري كيف ومتى، ما تقصي تفكري، اتركيها لله. لماذا؟ لأن الله تعالى واسع، أنت لن تدركي هذه السعة، فقط سلمي للسعة، استشعري إن الله تعالى واسع. يعني كذا في قلبك استشعري، قولي سبحان الله سبحان الله. يعني مثلا لما تشوفوا البشر عددهم، اختلافهم، اختلاف أجناسهم، اختلاف اللغات، اختلاف أشكالهم، هذا دليل على ماذا؟ على سعة الله ماذا؟ في الخلق. يوم تجلسي تتأملي أيضا، لما تشوف الوحدة، تشوف حتى في ملابسها، لما الوحدة تشوف في ملابسها أنه ما عندي وحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، تستشعر تقول الحمد لله رب العالمين، الله موسع علي النعمة، ما عندي لبسة لبستين. احنا مو نسوي يوم جات مناسبة الكبت ينزف ينزف، طايح طايح، الفردة طايحة، فردة طايحة، وفردة الباب ننكسر، وفردة، عارفين احنا كيف كبتاتنا مستويات، عارفين هين كيف، وشي ما يتسكر. خلينا نكون يعني من هنا، انا جاي من المريخ، صاكلنا كبتاتنا نفس الشيء، وتجي على المناسبة مو تقول ما عندي فستان، الكبت ينزف من الملابس، وقلت لكم وشيء من الفرد طايحات، ولكن تشتكي ما عندي، تشتكي ما عندي. إذا معناه هنا في ضيق، في ضيق، لكن لما تكون العين متسعة بتشوف الخير، لكن العين مالها ضيقة فما تشوف الخير، وهذه هي المشكلة. وفي ناس مثلا يسوالهم في العشاء وجبة واحدة، يردوا عليه بس ما مسويين شيء غيره، بس وحدة ذا، بس ذي الوجبة. طب يعني الحمد لله بكرة بتاكل ثنتين وثلاث،
وعلى كثر على كثر ما يسوى ما حد ياكل بعدين. يعني لو سووا لهم اربع ولا خمس ما حد ياكل. فبس هو هي العين، هي العين كيف ترى، كيف ترى العين كيف ترى. فمن يرى من عين الوسع يوسع الله، ومن يرى من عين الضيق يضيق الله عليه. دائما استشعري سعة الله تعالى. يوم تقعي في مشكلة وتقعي في أزمة تخيلي أن الوسع لن يوسع، يعني تخيلي إنه المسألة ضاقت عليش كذا خنقتش. من اللي هيفرقها؟ من اللي هيوسعها بحيث إنه ما يصير لها قيمة؟ الله سبحانه وتعالى يفرقها ويوسعها عليش. تكون ضائقة ولكن ضعي الأمر، ضعي الأمر لا أسلمي وقل كان إياها سوينها. هذه هذه حقيقية ترى، هذه ما لعبة، اللي أنا أقول كان إياها مجربة وحقيقية. عندما يضيق عليك أمر، يضيق عليك أمر. وعلى فكرة بعد أعطيكم حاجة، حاجة حلوة ويعني أسويها دائما، وهذا أنا أقول كان إياها أسويها دائما. عندما أجد أن الدخل مثلا دخل، خلينا نقول الدخل الشهري مالي أقل من من مثلا أنا متعودة، مثلا خلينا نقول الدخل الشهري مثلا 3000، وصل إنه هذا الشهر 1000 بس، تمام؟ فإيش أسوي؟ أروح ماخذ جزء من المبلغ وأروح أصرفه في شيء. والله الله تعالى يرده لي، يعني ما أستشعر إنه أنا ما عندي، ما أقول يا الله أنا عندي التزامات وهذا الشهر بس 1000، لا. إيش أسوي مباشرة؟ والله حتى أحيانا تصدقوا ما أتصدق، يعني أحيانا أتصدق وأحيانا تعرفوا أصرف على نفسي، أنفقه على نفسي، أنفقه على نفسي، أنفق على نفسي، أروح أشتري لي حاجة كأنه فعلا عندي، يعني أستشعر أنه أنا عندي، ما صحيح ما عندي. إحنا وإيش يصير؟ والله إن الله تعالى يعيد لذلك المبلغ أضعاف أضعاف. يعني يعني لو أوصف لكم جمال جمال التعامل مع اسم الله الواسع كيف؟ مباشرة أنتي تحسي نفسك ضايقة عليش، مباشرة أي شيء عندك روحي أنفقيه، أنفقيه أي شيء، أي شيء يكون عندك أي حاجة، وشوفي كيف الله تعالى يبدلك خيرا منها وأضعاف، لأن الله تعالى ماله واسع الفضل، والله يضاعف لمن يشاء. فما تحكري نفسك وتقولي، يعني في ناس مثلا تقول أنا راس مالي ذا 10 ريالات إلى نهاية الشهر، لأن هيك وتجلس عايشة كيف، ما عندي ما عندي غير 10 ريالات. أعيد مرة ثانية، إذا أردت وكنت في ضائقة مالية، وكنت في ضائقة مالية أو في موضوع معين عندك، روحي وانفقي من الجزء البسيط اللي عندك، انفقي منه بنية أن يعيده الله أو يعوضك الله، لأن الله تعالى هو الواسع، هو اللي يعطي، هو الذي يعطي. ستجد الموضوع صار إيش. أنا جالسة أعطيكم تسريبة من 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 الدورة إن شاء الله اللي بسويها في أكاديمية التمكين، يعطيكي. وطبعا في أسرار كثيرة في في قانون اسم الله الواسع، في أسرار كثيرة ممكن ما يمدينا، لكن أحاول بقدر الإمكان إنه نعطيك شيء. فهي المسألة فقط ثقتك بالله، ما تضيقي على نفسك، ما ضيق على نفسه. والإنسان إذا ضيق على نفسه نفسه ضاقت، وإذا وسع على نفسه اتسعت النفس مباشرة. أصلاً المفعل لإسم الله الواسع يكون موسعاً بشعوره وأفكاره، فلا يرى إلا الخير. تعرفوا لما تغلق عليش فكرة، يغلق عليش أمر، رددي يا واسع يا واسع يا واسع، إذ بالله يرسل لك الأفكار، يعطيش الأفكار على طول، يلهمش بالأفكار، ينزل عليك الأفكار. الناس اللي أصلاً أحياناً مثلاً الحل عندهم ما عارفين يحلوا مشكلة،
رددي يا واسع يا الله يا واسع يا الله، شوفي كيف ستجدي أنه الله تعالى يفتح لك. فأي مسألة تغلق رددي الاسم، قومي من مكانك، تحركي تحركي. أسماء الله تمشي مع الحركة، مع الحركة يعني تجلسي مهننة وحاطة إيدش على خدش ما راح توصلي المكان. قومي وعيشي يومش عادي ونهضي. وإذا كان لك مبلغ وتريدي أنه هذا المبلغ يضاعف أنفقيه حتى يضاعفه الله، لأنه أصلاً هذه المبالغ لا تحبس، الأصل لا تحبس. فأنتي لما تحبسي ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، حبس، هذا حبس. وأيضاً نفس الشيء انتبهن، ما نبي يعني قلت لك أنا روحي أنت تروح تصرف المبالغ كذا بطريقة غير واعية، أيضاً ما ينفع، لأن الله تعالى اسمه ماذا؟ واسع عليم، يعني تصرفين وتتوسعين على علم، ما كذاك ورمي. يعني أنا لما أقولش الآن ادفعي ما معناته أنك أنت تروحي تشتري أشياء ما إلها لزمة، ما إلها لزمة، لا، تاخذي شيء فعلا ضروري محتاجت له، فاعرفي أن ساعتها الله تعالى يعوضك إياه. نعم لا تصرفي كل المبلغ، ما واحدة تروح تقول أنا أشوف المبلغ مثلا عندي 10 ريال، روح اصرفي 2 ريال منه، 10 اشتري لك حاجة حلوة وتحتاجيها فعلا، تحتاجيها فعلا، ستجدي أن 2 ريال أبدلك الله بدلهن 10 أو 100، لأن الله يضاعف لمن يشاء. أيضا هناك من يعاني من شح في النفس، ومن لا يوق شح نفسه، ومن لا يوق شح نفسه ماله هيعيش في شح. فالأصل دائما دائما أقول لكم اللي تبغى تفعل أسماء الله الحسنى من البداية، من هنا من داخل، استشعريها من الداخل، تفكري فيها وجودها في حياتك، شوفي هذه التجليات لأسمائه في حياتك، ستجدين أن الله تعالى ثبتك ثبتك. أمر آخر في اسم الله الواسع، وأيضا هذه التسريبة ثانية من تسريبات الدورة القادمة بإذن الله تعالى، لمن يحب أن يشترك لكن مع أكاديمية التمكين. لا تطلب شيء، لا تطلب شيء وأنت في حاجة. وهذه سمعنها مني نصيحة يا أخواتي الغاليات، يعني شوف أنا أعرف في بعض الناس مثلا خاطرها، مثلا خاطرها تدخل دورة وما عندها، ما عندها زين، ما عندها تدخل دورة، وهي راغبة، راغبة بشدة إنه هي تدخل هذه الدورة. لا تروحي، أخبرش الآن، لا تروحي عند هذاك الشخص وتقولي له أنا خاطري أدخل بس ما عندي، لأنه شوفوا اسم الله الواسع إيش معناه، يعني وفرة، واللي عنده وفرة مو يكون أصلا، من يكون لديه الوفرة وعنده الغنى مو يكون، يكون مكتفي. وأيضا إيش من أسماؤه؟ الغني، اللي يجي مع الغني. إيش من أسماؤه الثانية؟ عزة، عزيز، قوي، صح ولا لا؟ يكون عزيز ويكون قوي. من لديه الوفرة يكون عزيز. عفوا إيش يعني عزيز؟ عزيز وقوي. فالله تعالى عزيز وقوي. إذا أنت تروح تطلب شيء وأنت في بالله تطلب شيء، أحيانا يمكن يكون بعض الأخوات ما واعيات، هن من حبهن للعلم ما يكون واعيات لهذا الشيء، لكن تجيش واحدة تقول لش أنا أريد بس أنا ما عندي. هذا الشيء الله تعالى لا يقبله لك. ليش؟ لأنه يقول لش الله تعالى لا تطلبوا أشياءكم إلا بعزة، لا تطلبوها بذلة. لماذا؟ لأن الواسع يعني عزيز،
يعني قوي، ولذلك الله تعالى يريدك عزيزة ويريدك قوية. طيب ويش أسوي؟ قولي يا واسع اهدني واعطني، أنت الموسع أو أنت الواسع. دعي بهذه الطريقة، يا واسع وسع علي، أنت الواسع، اللهم اعطني من سعتك ومن فضلك، والله سيوسع لك من حيث لا تحتسبي. ما تفكري في الطريقة، يعطيك بدون أن تفكري ولا تتعبي. لكن اسمها إيش حافظتي؟ حافظتي على كيانش، حافظت على. ولذلك لما تطلبوا الشيء، يعني في ناس أحيانا يطلبون شيء ويظلوا يلحوا 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 عليه. لا تلحوا، لا تلحوا، هذا الإلحاح دليل حاجة ودليل ضعف، دليل ضعف. أيا كان ما تريده لا تلح فيه. لماذا؟ لأن الله تعالى يريدك عزيز، ومن كان يؤمن بالواسع فإنه يعلم أن الواسع عزيز، فلا يرضى لك إلا العزة. هذه جدا مهمة. عشان كذا الإنسان اللي يشعر دائما أنه في حاجة دائما يشعر أن صدره ضيق وحياته ضيقة. لذلك اطلبوا الأموال من الواسع، ولا تطلبوها وأنتم تتذللون لأي أحد أبدا. لحي بالدعاء، أطلب من؟ أطلب الواسع، والله إن الواسع لا يخذلك، أقولها وأنا متأكدة. أي بالضبط، بالضبط. حتى أحيانا أقرب الناس، والله أنا أقولكم يا أحيانا، يعني تعرفوا أختي، أختي عادي تأخذ مني أخذ منها وكل شيء، لكن في أوقات أقول لا 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 لا، أتوقف وقول يا رب وسع علي، أنت الواسع. ادعيه باسمه الواسع العليم، ادعيه باسمه الواسع العزيز. لماذا؟ لأن الله تعالى يريدك أن تطلب الأشياء من العزيز، من الواسع، ما تطلبيها من حد. وإذا طلبتي من شخص شيء ما تلحي عليه، يعني ممكن تطلبي لكن لا تلحي، لا تلحي، يعني اطلبيه وانت قالش يعني طيب جزاها الله خير، قالش لا خلاص. بالضبط. تركت طرق باب الناس ولجأت لطرق باب الله، لأن الله تعالى إيش؟ هو الواسع، هو اللي يعطي. فأنا إنه أنا أروح عند الناس وأبدأ، يعني في ناس أنا أعرف ممكن يكون أحيانا شدة الحاجة وما يكون عارف، ما يكون عارف، لكن الله سبحانه وتعالى يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. فالله تعالى ما يريدك ضعيف، الله تعالى ما يريدك ضعيف. المؤمن الأصل ماله عزيز قوي، لأنه إيش؟ مفعل لأسماء الله، مفعل. لما الله تعالى يقول لك عزيز، إذن أنا عزيز أيضا لأني عبد لله. والأصل إذا كان الله عزيز فيفترض أنه أنا عزيز أيضا، ولا يقبل الله لي إلا العزة، وإذا كان الله قوي فلا يرضى لي إلا القوة، ما ينفع. فما ما تذهبوا يعني، وإذا كنتوا لا تلحي، ماش اسمه نساء، ماش اسمه نساء، ممكن تذكري مرة واحدة لكن بعدها لا، ماش اسمه نساء. لا تطلبوا الأشياء بذلة، لا تطلبوها بذلة، يعني ممكن تذكروا مرة واحدة لكن خلاص ما رد عليكم خلاص. بل إن على فكرة يمكن يعني عندما فتح الله علي في معرفة هذا الاسم وكيف انه يفترض، يعني الشيء ما اطلبه اكثر من مره، يعني اذا انا اريد من حاجه من انسان خدمه اطلبها مره واحده، رد علي جزاه الله خير، ما رد علي انتهى الموضوع بالنسبه لي، انتهى. لان الله تعالى يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اطلبوا اشياءكم بالعزه ولا تطلبوها بالذله، فلا تطلبوها بذلة. لذلك يا حبيباتي لما تحس أنت مثلا خاطرش تدخلي دورة أو تشتري لبس أو 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 مثلا أيا كان، أيا كان،
هذاك شيء ثاني، هذاك شيء ثاني. هذاك أنت تطالبين بحقك، أنت ما تذللي لما تطالبي بحقك. أنا أقصد لما تطالبي بحاجة، مطالبة بالحق غير مطالب بالحق. أنت مطالبة أنك تطالبي بحقك، مطالبة مسؤولة. لكن أنا أتكلم عن أنت لك حاجة محتاجة. ففي ناس تكون محتاجة لشيء، ويعني ما أعرف البعض، يعني أنا أحس فيهم، أحس فيهم والله أحيانا يكونوا يعني ممكن يكون ما واعي للتصرفهم، وممكن ما قاصد. لكن بعد أن تعلموا اسم الله الواسع، أنا أقول لك لا تطلبي شيء من أي إنسان بذلة أو بشدة أو بإلحاح، بل أطلبي من الله. عندما 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 يضيع عليك، عندما يغيب عليك حق من حقوق وتريدي تسترجعيه، أو حقوقك ترجع لك، حسبي الله ونعم الوكيل، كرريها بكثرة. حسبي الله ونعم الوكيل، كرريها بكثرة، يعاد إليك الحق بإذن الله تعالى. نفس الشيء، تعالوا نجي على موضوع جدا مهم قبل ما ننهي الجزئية هذه، وهذا آخر جزئية. أيضا المعلومات، شوف الله سبحانه وتعالى ماذا، الله تعالى يريدك أنك أنت تتوسع. إيش يعني تتوسع؟ في ناس يقول لك أنا أبحث عن المجاني، من حيث يكون أبحث عن المعلومة المجانية، تمام؟ ما في إشكالية، ابحث عن المعلومة المجانية، هذا ما خطأ، ابحث عنها. وأصلاً العلم، أصلاً العلم متوفر، لكن اعرف أن العلم المجاني يتطلب منك جهد أكثر من العلم المدفوع. ليش؟ لأنه اللي هيعطيك علم وتدفع له هيلخص لك الشيء، الوقت يلخص لك الوقت. فأنت بدل ما، فهو أصلا على باله شاطر، في ناس كذا على بالها شاطرة، على باله أنا مجاني، أنا حصلت على المعلومة مجاني. طب بس أنت أصلا ممكن تكون خضيت وخبصت وجلست فترة لحد ما، في حين أنه في شخص آخر قال أنا ليش أتعذب، والله تعالى معطني، شوفوا السعة، معطني خيار آخر، ليش أنا أمشي في خيار كأنه ما في خيار إلا المجاني. وهذا معناته أنه أصلا حتى الناس اللي تبحث عن المجاني أيضا وتكثر منه، ستجد إنها بعد فترة مالها تتركه ولا تهتم به، ما تهتم، لا تعطي أهمية. أمانة، ما أكثر العلم المجاني؟ ترى احنا نشوف، يعني نقول لكم إياها بأمانة، مجموعة فيها 3000 وتقريبا 500، إذا جينا نشوف يمكن 20-30 فقط الفاعلات، يعني اللي ما شاء الله عليه ينشرن، اللي عندهم فكرة أنه أنا أدل وأوسع على الآخرين بعلم فيوسع الله. يعني حط حتى نية وانت تنشر إعلان، أي كان الإعلان، حط نية أن الله تعالى يوسع لك بذلك الإعلان. ترى ما خطأ، هذا إنفاق، أنت تنفقين من وقتك في نشر شيء، هذا إنفاق. فأنت ما أنفقتيه، الله تعالى يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ما تخافي، خلي أبو يزعل، خلي أبو ما يعقبه، يعني اللي يقول لش هل كتنا رسائل، تركيهم، أنت لا تتعاملين معهم، أنت تتعاملين مع الله. واللي ما يحب يرسل لش في الخاص أنه ما أحب وخلص، اتركي، سوي له إيش اسمه، زيلي من القائمة. لكن هي الفكرة، وإيش يا أخواتي، ما أردت منه أنفقي منه، أردت علم أنفقي من العلم، أردت مال أنفقي من المال، أردت أبناء وذرية أنفقي للأبناء والأيتام. ليش؟ لأن الله تعالى يخلف لك. لماذا؟ لأنه واسع،
والواسع إيش من صفاته؟ أنه واسع الفضل، يعطي، ولما يعطي ما يعطيش عطاء على قدرش، لا، يعطي عطاء بقدره سبحانه. عرفي هذه النقطة، لا يعطيك إلا بقدره سبحانه. أنفقي للأبناء أي أعطي الأيتام، اكفلي لش يتيم، ماشي كمان، اكفلي لك يتيم. وإذا استطعت أن تذهبي إلى دار الأيتام وتحسني عليهم وتروحي مثلا كل شهر وتروحي كذا تعطيهم هدايا في دار الأيتام وتعطيهم هدايا وتوزعي لهم هدايا وتحتضنيهم، على فكرة حتى بمشاعرش تحتضنيهم، والله سيدهشك بالعطاء. اللي تعاني تريد ذرية أنصحها بهذا الفعل في الشهر، حتى إذا ما عندش على الأقل روحي دار الأيتام احتضنيهم، بس احتضنيهم، جلسي معهم، لاعبيهم، إذا قدرتي طلبتي طلبي منهم قولي أبا سحيلهم مثلا، أسحي حال البنات، أمشطلهم يعني، أمشطلهم، شوفي كيف الله تعالى يعطيكي. واعرفوا أنه الله سبحانه وتعالى يعني من يوسع ترى على الناس، الله تعالى يوسع له، يوسع له بالعلم، يوسع. يعني في ناس والله تجي عندهم المعلومة يحبسوها، يحبسوها، تجي عندهم المعلومة يحبسوها، وبعد أن يحبسوها مالها على بالهم، أنا المعرفة هذه ما أعطيها حد، أنا اليوم المعلومتين هذين ما أعطيهن حد، ليش؟ لك ما أريد حد يستفيد. فإذ بالمعلومات مالها تتبخر ولا يتم تطبيقها. والأصل في السعة إنه أصلاً يكون في حركة، في حركة، في حركة، ما ينفع الشيء يحبس. والسعة، ولما الله تعالى قلنا لما الله تعالى واسع، إيش يعني معناتها العملية؟ العملية قلنا مالها مستمرة، دلالة على الاستمرار، وإنت تريد توقف ما ينفع، ما تركب، ما تركب مع اسمه الواسع. فوسعي كيف يعني يعلمونك خطأ؟ بالضبط. أصلا أنت لما تعلمي إنسان معلومة، أكثر المعلومات للعلم أكثر المعلومات التي تبقى في العقل تلك المعلومات التي تنفق، وأكثر المال بركة هو ذلك المال الذي أخرج ونفق وأنفق، وأكثر العلاقات هي تلك العلاقات التي مالها يصير فيها تبادل منافع. في ناس يعني أنا دائما ينازعوني في مسألة العلاقات، لأن أنا دائما إيش شوية كذا، ها لا أنا ما أطلب من حد، لا ما أطلب من حد، لكن في الواقع وأنا أعطي في المقابل على فكرة. يعني مثلا أي حد يبغى مني شيء إن شاء الله، وحاول قدر الإمكان أي حد يطلب مني خدمة، بعدين اكتشفت أنه أصلا تصرفي غلط. ترى هي أصل العلاقات، فلنكن واقعيين، العلاقات. واو، الله تعالى مو يقول كلمة ماذا؟ سخرية، يعني كل واحد مسخر للثاني، بس بشرط ما تكون المسألة مسألة إنه أنا أزودها. يعني مثلا هذا الشخص أنا أعرفه كل شوية كل شوية كل شوية متواصل معه، باغي كذا باغي كذا باغي كذا، لا، هذا اسمه أيضا فيها إيش؟ لابد أن يكون في اتزان، لابد أن يكون هناك اتزان حتى تحدث السعة. يعني ما يكون إنه أنت دائما بس مثلا أنت تعرفي شخص معين وهذا الشخص عنده مركز معين أو منصب معين، ما يكون في استغلال على طول، بس أنا أطلب ما أتصل بهذا الإنسان إلا إذا باغي شيء، عدا ذلك ما أسأل عنه ولا أعرف عنه، وإذا طلب مني شيء يقول له ما عندي. لذلك دائما أقول حال الإنسان اللي يعطيني خدمة أسجلها، إنه أنا علي خدمة حاله. من يعطيني خدمة سجلي، اللي يعطيش خدمة قول علي خدمة حاله. وفي بعض الأخوات قمة في الذوق حقيقة وقمة في الرقي، يفهمن هذا القانون بشكل رهيب،
وإذا ما أقدر عادي أعتذر، إذا ما أقدر عادي ماشي إشكالية، لكني أيضا ما أكون يعني مثل ما يقولوا دائما بس أخذ أخذ أخذ، لا، مرات أعتذر مرات لا، بإمكاني أنه أنا أقدم خدمة، ما في إشكالية. قلنا الأسماء اللي مرتبطة باسم الله الواسع، اسم الله العليم، اسم الله الحكيم، اسم الله الغفور، المغفرة، واسع المغفرة، وسعت رحمته، الرحمة أيضا واسع غفور رحيم، نفس الشيء، هذه كلها العزيز، هذه كلها مرتبطة، والشكور، نعم. لذلك احنا قلنا ترى اسم الله الواسع مرتبط بكل صفات الله وأسمائه، واسع الرزق، واسع الفضل، واسع الملك، واسع العطاء، واسع الرحمة، ما يعني ما حاجة واحدة. هذا بالنسبة لي اسم الله الواسع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تركتكم في ودائعه ورحمته وفضله وعنايته وولايته، إنه على كل شيء قدير. تركتكم في حفظه وهو خير حافظ. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله.